السلام عليكم. النهارده هنشوف ازاي نحول اي شكل ثلاثي الابعاد لثنائي الابعاد. اول حاجه هاجي هنا في الورك ديت ورك سبيس واقول له انا عايز 3 دي موديلنج او 3 دي بيزك، بحيث يبدا يجيب لي الواجهه اللي اقدر ارسم منها حاجه ثلاثي الابعاد. وليكن مثلا هرسم ويدج بالشكل دوت، بحدد اول نقطه وتاني نقطه وبعد كده بحدد الارتفاع بتاعي، تمام بالشكل دوت. طيب لو انا عايز احول دي بقى لثنائي الابعاد فهكتب امر اسمه فلات شوت، بيقول لي انت عايز تعمل بلوك جديده ولا في بلوك موجوده عايز تعمل لها ريبليس، ولا عايز تصدر الملف دوت لملف خارجي، والالوان اللي انت عايزها ايه. طيب هقول له كرييت، فبيبدا يعمل لي ملف 2D ويقول لي مثلا عايز احطه فين هنا مثلا. طيب والسكيل الواي سكيل، لو انت عايز تعمل روتيشن اقول له اوكي. الفرق بين دي ودي ان دي ثنائية الابعاد، لما تيجي تعمل اوربت تلاقي ان دوت ثنائي الابعاد بينما ده ثلاثي الابعاد.